أشجار سكرية. جهاد لحلوب. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من فوق السادة ستوديو. مساء الخير جهاد. مساء النور بشار. عن إيش حلقتنا اليوم جهاد؟ والله علمك. شو رأيك اليوم نحكي عن المشاكل اللي بنواجهها بالحياة اليومية اللي بتصير معنا؟ زي إيش يا زلمة هاي يا ناصر؟ القاطع يا ناصر. شو يا شكل عيد ميلاد ناصر؟ لا يا زلمة عيد ميلاده قطعوه يعني مش معقول. هاي رجع. رجع. يلا الحمد لله. والله نعمة. اليوم بدنا نحكي عن الكهرباء. يا زلمة مش معقول قطعات. يا زلمة خلص. يا زلمة مش معقول. يا زلمة مش معقول إنها قطعات. كل واحد فنجانه معاه. قسما بالله الفاز والله العظيم. ميه إنه والله رجع الفاز كهربا. الفاز. بشار. خلص والله بشار. الفاز. نكمل. اليوم موضوع حلقتنا عن الكهرباء. يا زلمة تقولش كهرباء. ما تقول كهرباء تاني مرة. تويو. رجع. بدنا نحكي اليوم عن المصادر البديلة اللي ممكن نستخدمها عشان ما نوقع مشكلة في الكهرباء. يا زلمة. زلمة بشار. ما تحكيش كلمة كهرباء. طب شو نسوي؟ خلاص ما نحكيش. طيب يلا. نجرب يا رب. نكمل اليوم نحكي عن مصادر الطاقة البديلة. مثل. أيوة. واتحكي الكهرباء. يا جهاد. يا جهاد. مش آخر مرة. آخر مرة. بدي أقول لك كلمة واحدة يا جهاد. خلاص. رجع. مثل الصخر الزيتي. حفايات بلاستيك. أكياس بلاستيك. جرايد. الطاقة النووية. رجلي احرق رجلي انا موافق بس دفيني واعطيني كهرباء. يا زلمه ليش تقول كهرباء؟ لا حول الله يا رب. مش معقول يا زلمه. اسمع الغي فوت لها الحلقه قرفت حالي من عروس الشمال. الشمال فوق الساده استوديو. يا وسعي عرفنا على الرجل الغانم اللي قاعد جنبك ما شاء الله خدوده معبيات الشاشه. اسكت ولا مين هذا؟ اسكت والله ما جد. منو هذا؟ اسكت هسه بقول لك قصته. والله ديك تبعد. اسكت يا ولد والله بطخك بموتك. اسكت. هذا مصلج بتنهار يا ابو السعيد ويا ابو السعيد. وخذني وقيمني وحطني. جايك سفر اربع ساعات. ازورك وواحد مصمج بيسولف زي هيك. خلاص سيبك منه. إيه؟ سيبك منه. ترى بس انت اسكت بلا منو هذا. ترى انت مصلج اكثر منه. شو عملت بريء مساوي حالك القط بوكل عشاك. ها تاكلش من عندك طايفه بجبنه. بديش جبنه. سالت ابنك سعيد بيه جواز قال لي ما بيش. انا باكل جبنه يا ابو سعيد. انت بتاكل الجبنه مفطوم على الجوز ما انت. بعدين يا رجل هاي القطايفه ما ادري شو بتاكلوا. ميه زهر ومحشيه. ابسط شيء زمان بقى بيه ميه زهر. وش تخوف؟ ايه والله بقى بيه. بقى بيه ميه زهر. طب وبقوش سوى عصاج؟ لا عصاج بقى. لا ما بقوش. منو هذا؟ إذا ما هذا يا رجل ما من سؤال. ولك يا ولد اسكت يا ولد مستغني عن روحه. لا إله إلا الله. دغري حاطينك عم مسدس. ما بيش بيوزه. مجنون أنت. مسدسك طاحوني ولا؟ هذا حديث إجلك. هاي بتفرش. تخرش؟ صوت. صوت. لابس عباي وشيخ وبمشي بجاهات وعطوات وعزيات وفراح ومناسبات وبكل صوت. لعد شو طلق حي؟ سخان بين. طلق حي يا عمو هذا خطير. خطير. افرض راحت طلقة هو بدنا نعطيه للعقب. ما نقول لك انا بطخ انا بطخ بتعاليل وسهرات. لعد وين بتطخ سامر؟ ما انت بدك تطخ الولد سلاف سلافة. لا والله ما في شيء. فارس خلص توجيهه طخ له. فارس خلص جامعة طخ له. انت صاير كحتوت. منين جبتها؟ لا تقول لي. ايه كحتوت. ليش كحتوت؟ ليش كحتوت؟ ما كنت اشكالك الكحتوتي. مش عامل بجوز ما انت. جوز بدك مفطوم على الجوز منتي. ولك اني بساوي له قطايف بلحمها. صادق يا ابو سعيد ولي شاهد. منو هذا يا رجل؟ منو؟ ما في شيء. فارس خلص توجيهه طخ له. فارس خلص جامعه طخ له. ولك اسكت يا رجل. ابو سيدك تسكت. ايه ناطلي كل شوي بساوي له قطايف بلحم بس ما فيش قطايف توسع له. لا بتوسع بتوصي عليها بتوسع. ترى انت متغير. انا متغير. انت متغير. شلون متغير؟ ترى يا اخوان تغرب سنتين بامريكا بده يشتغل بينا. صاير ايده على المسدس وابسط شيء فنه مثل العصابات مثل النقرس. ما في شيء. فارس خلص توجيهه طخ له. فارس خلص جامعه طخ له. باي ولايه بقيت يا زلمه؟ خلها فرجينيا صارت ولايه. يا رجل فرجينيا ولايه. بقت قريه. هاي بقت قريه صغيره. هالقد بقوا اثنين اللي ساكنين بيه. صارت في ولايه عليها سكان قد اربد. قد اربد ومحافظاتها. انت صاير مثقف. انت شو بقت تساوي بيها امريكا سنتين ما لا تلفون ولا رسالة ولا بقى بيجاها غد. جاها سنتين جاها وانسى. نساء وريني ده. هاي متجوز ولك يا رجل؟ اسكت. شاهد جنسية. خلفت منها؟ فضحتنا. شو يا رجل؟ فضحتنا. جيزة جنسية ولا جيزة؟ صك عسنين. طب انت بقيت مسلوع ويش هيك خدودك صار؟ زرنا عند ابو جيمس. قعدنا عنده. استضافنا سنتين زمان. قضاها همبونجر همبونجر همبورجر. همبونجر انت. بتعرفوا الهمبونجر انت؟ لحمك طاطبه هو الهمبونجر. سوي منسف يا ابو جيمس. ما بدروش عنه. ما بدروش عنه يا ابو فارس. يا رجل مين هذا يا رجل؟ هي ما في شيء. فارس خلص توجيهه طخ له. فارس خلص جامعه طخ له.
أنا أبو خالد مسؤول هاي المكتبة قسم التنظيف. حبينا نعمل فيلم وثائقي عن الطائر الأسود. طبعاً تتميز الأردن بعدد أنواع الطيور الموجود داخلها، من الطيور الدورية، الطيور البرية، الحمام، ولكن أكثر أنواع الطيور انتشاراً بالأردن هي الكيس الأسود. طبعاً يتميز الكيس الأسود غير أنه صديق للإنسان أنه بمتناول الجميع، ممكن تلاقيه بأي مكان زي ما حضرتك شايف. طبعاً في منه الطائر الكبير والطائر الصغير، غير أنه صديق للإنسان بتواجد بكل مكان وبيساعد الإنسان في حمل أغراضه الشخصية وحفظ الأغراض داخل المنزل. ولكن للأسف الآلاف بل الملايين تلقى حتفها يوميا، كالطائر الأم، الطائر الأم التي تلقى حتفها يوميا في الحاويات وفي المقابر الجماعية. وعلى امتداد الأرض تنتشر جثث هذا الطائر الأسود. سمارت فون سجن وأنا فيه مسجون، باختياري لا بإرادة القانون. وأسوأ لحظات العمر يخلص النت أو يكون مش مشحون. يا محلى الواي فاي والإشارة للمليون، السمارت فون صديقك الوفي اللي ما بيخون. أول ما تصحى من النوم، قبل ما تنام، بالحمام، بالمحاضرة، بالدوام، حتى بطابور الخبز المجنون، بالسمارت فون زبط خالد ميسون ونزلت سمية كاسة عصير الليمون ورغيف خبز مدهون. بالسمارت فون شفنا بجامة لولو وعرفنا إنه ميمي بتحب التنورة وما بتحب البنطلون. سمارت فون اختراع ذكي إذا كان بإيد الأذكياء، ومضيع على الوقت إذا كان بإيد الأشقياء. يوسف تعال تعال بالظبط حبيبي، بالله عليك مستعجل، بدي اروح المحاضره. اذا ما بدك تشرب قهوه اقعد اشرب قهوه. قهوه الصباح بتشربها من غيري؟ هيك صارت هسه المحاضره، هو لازم يجيب لك واحد. بالله عليك خلينا نروح، باخذ غياب الدكتور. صار ياخذ غياب هسه؟ زمان باخذ. نروح ذهاب وغياب. وادي ذهاب. وادي طب وادي على حمزه، وادي على حمزه خليه يجي، وادي حمزه خليه يجي. خليجي ولا سوري؟ حمزه تعال 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 يا حمزه. هذا بعده نايم. مالك شو لازم؟ شو شوفي شوفي الواحد برش ينام. شوفي شو بدكم؟ شوفي عنان. طب اسمع، رامي اجى من عنان ولا لسه؟ لازم نروح المحاضره. تفضل جاوبوا. الجو كثير رامي ترى اليوم. اسمع اسمع بالله عليك خلينا نروح. والله العظيم سوسي. اسمع اسمع انت اسمع، تسع ساعات حملتني. امس لا تقعد تتولد غياب. والله عشان راح فيك كل محاضرات هي معي مصور. شو يا زلمه يا بالسالفه، صورت ماده من بنت مش عارف شو هي. بالسالفه هذا اللي ترى اللي بعمرك بيغسلوا كله انت وانت بعدك قاعد بالجامعه. يا زلمه روح انت المحاضره، روح نشوف شو المحاضره راح تفيدك. بعدين معك انت ضلك قاعد هون، بعدين بتشرب قهوة الظهيرة من غيري يا زول. هيك صارت تشرب معي قهوة انت يا زلمه. خلص هيك صارت هيك صارت. خذ كيام القهوة معه، بس بحب اقول لك خذوها بدكم اياها خذوها. شو في راح يغششك على السكن؟ انت بعدين نزل اثنين اربعة. شو جايبك اليوم ثلاثة حبايبي؟ اليوم ثلاثة؟ جد؟ لازم بي 12 بي 12 بنسى بنسى ولا المانيا؟ يا الله ما اثقل دمك. يا الله يلا 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 كلنا مع بعض شباب. يلا المانيا المانيا تتي لننننن تتي ملكوش عادي. انا حداد. حداد ولا نجار؟ حلوة يا الله ما ابرد وجهك. نجار الخشب بتعرفوه؟ هذا نوع من انواع الطيور. ليه الطيور والكبرياء؟ ليه الطيور؟ اسمع اسمع تعال وصلنا على لاب الكبرياء احسن لي انا، خليني اروح. اسمع والله انك مقرف ترى انت. اذا غير مكانك. طيب غير مكانك. غير مكانك. نفس الكاس نفس. اذا بروح يا زلمه سوسي سوسي تعبت محاضرات. اذا اسمع ترى انت مقرف. شو بدك اذا غير قعدتك؟ ابوس ايدك يا زلمه. غيرت هيك قاعد نفس القعده. نفس القهوه شكلك.
شكلك نفس القهوة. شوف الزاكي أسكيت القهوة الحد اللي يا زلمة من الآخر. حزت شغل معلقة. شو بدك شو بدك؟ يعني خلاص يلا قوم خلص ظلك قاعد يعني. قاعد ما شفت شي حاجة. خلاص خلاص بكفي بكفي يا زلمة. حاجة ولا وزة. يلا يلا خلينا يلا نروح يلا انا تعبت محاضرات اليوم ترى تعبت كثير قادر نروح نوزي يا شباب نوزي بس طلعت علامة السكن واحد وربع جاي وين طلعت على السوق تعال خلي لحاله خلي لحاله ترى انت وجهك مسكر يا اخي معقول طلعت حدك منا شو لازم كل ما نحكي اسمها تقطع اللي احنا بنعطيها كمين شو رايك خذ هاي كهرباء كيف خذ اعطيني كهرباء ايه يا زلمه ايه تقرب عليها يا زلمه فهمت فهمت مش لهالدرجه كمان مي مي ايه رجع يلا اعطينا اعطينا كهربائيات اي هيك اجواء طب اقول لك نشوف اذا مصحصحها معنا كهرباء ايه شو يا بشار ترى انا مش ايه رجعت رجعت خلص شو رايك نستغل المسجات انا وياك طب اسمع مش مسجات مسجات انا وياك بنفس الوقت واحد اثنين